السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. واش راكم ان شاء الله تكونوا لاباس؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم جبت لكم هذا الفيديو، هو فيديو مغاير كل التغيير على الفيديوهات اللي نحط لكم في قناتي. هنا انا راح نحكي لكم على تجربتي، ما نطول لكمش في الفيديو بزاف، راح ممكن كل مره نهضر لكم جزء من هذا الافاده في ختم القران، حتى تساعدكم هذه الفيديوهات باذن الله في ختم القران في يوم واحد. انا راح نهضر لكم تجربتي في ختم القران في يوم، لختم القران في يوم واحد، يعني تختميه في بضع ساعات فقط، تختمي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس والدعاء كذلك. يعني قداه راحين تستغرقوا في الوقت اللي تقراو وقتاش تبداو وقتاش تخلصوا؟ المهم الوقت وقتاش تبداو، ما نعطيكش وقت محدد، كل وحدة ووقت ما حبت تبدا وتكون الجو مهيئ لها، كل التهيئ باه تقدر تختم القرآن يعني في يوم واحد. هذا الشيء، هذه هي الحاجة الأولى اللي نقدر نفيدكم بها، هي ختم القرآن في يوم واحد. الحاجة الأولى يكون الجو مهيئ في المنزل، بزاف يكون مهيئ ليك، يعني ما كانش حد يجي راح يلهيك والله يسقسيك والله، يعني تكوني تعلميهم باللي رايحة تقراي القرآن ورايحة تختمي القرآن في يوم واحد، حتى ما يعطلك حتى واحد على قراءة القرآن، ما يسقسيك حتى حد. وإذا تقدري تجاوبي، ما نقولوش لكن الأعمال والأشغال، يعني انتي كيما حبيتي، إذا قدرتي تنوضي ديري حاجة تنوضي ديري حاجة، لكن يكون الجو مهيئ كليا، كل يعني حاجة ما تضغط عليك انك تتحبسي، ممكن توصلي تقريب تختمي وهما يحبسوك تاع الدار، والله يعني يكونوا عندكم ضيوف، تقدري تسلمي على ضيوف تاعك تقعدي معاهم شوي، لكن تروحي اللي اذا كانوا عندك اللي يقعد معاهم روحي كملي قراءة القرآن حتى تتمي الختمة تاعك بطبيعة الحال، حتى تستأذني منهم وتروحي تكملي قراءة القرآن. المهم هو يكون الجو مهيئ بزاف بزاف. هذه هي، وراح نذكر لكم قداش انا نحكم من ساعة وقتاش نبدا. انا وقتاش نبدا ما نقدرش نعطيكم وقت محدد، يعني تبداي من الفجر، نقدر نقول لك تبداي قراءة المصحف تبداي من الفجر، هي من الأحسن تبدأي من الفجر، روعة تبدأي من الفجر، وكي تتعبي تقدري تستراحي شوية وترقدي. لكن أنا هنا عندي خطوات بزاف، راني كتبت حوالي 20 خطوة، أكثر من 20 خطوة بلاك كتبتها هنايا، أو معلومة تفيدك بزاف في ختم المصحف في يوم واحد، وراح نذكرهم لكم في ما عليش، أنا نظن ما نذكرهم لكمش في فيديو واحد، راح نذكرهم في عدة فيديوهات. من الأحسن نذكرهم في عدة فيديوهات. المهم طريقة الختم تبدأي في الوقت اللي يساعدك. أنا مرة بديت على 12 تاع النهار، نص نهار يعني، ومرة بديت الفجر. مهم الوقت ما يكونش محدد، الوقت اللي يساعدك. هنا أنا راح نقول لك المهم الحاجة اللي تبدأي بها هي تكوني في مكان اللي تجلسي فيه وتختمي القرآن يكون ليك، مهما كان يكون صح تاع الدار هكا، إذا اللي عنده أشخاص يكونوا بزاف في المنزل، المهم يكون يعلمهم هذه الحاجة الأولى، تعلمهم تكون المكان مهيئ جدا حتى المكان اللي تقعدي فيه. الحاجة الأولى اللي نبدأ لك بها هي لازم تصلي صلاتك في وقتها، صلاة لازم تصليها في وقتها، مش معناتها تختمي ما تصليش صلاتك في وقتها، لازم كل وقت تنوضي تصلي وتعاودي ترجعي، مش معناتها ما تاكليش تقدري تاكلي، ومش معناتها ما تجاوبي حتى حد كيسقسيك في كاش حاجة تقدري تجاوبي وتقدري تهدري، لكن مباشرة تبدأي ترجعي لقراءة القرآن، تبعدي عن لهو الحديث إذا كانت موضوع راح يلهيك ويديك، غير بعدي ليه ورجعي لقراءة القرآن تاعك، انسي كلش، نحي كلش،
وما تحسبيش قد وين، ما ظليش تحسبي، استمري في القراءة. ممكن تحسبي هكا بعيني بصح ما تبقايش، إذا بقيتي تحسبي راح تتقلقي شوية وتحسي روحك ضربتيش تميتي. لكن ومشي هذيك القراءة اللي تكون دو 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 يعني حتى الكلمة مش مفهومة. أنا النقطة الأولى اللي نقولها لكم في هذا الفيديو أنه الوقت ماكش محددة به، الجو يكون مهيئ، تعلمي اللي في المنزل عندك بلي حتختمي القرآن في يوم واحد، تكوني أموراتك كامل دايرتها باش ما تنوضيش تديريهم هذيك 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 لهيوك، باش تحكي وتدخلي في جدال في مواضيع رايحة ثاني تبعدي بزاف على المصحف، راح ترجعي وراح تخسري هذاك النهار اللي انت حابة تخشعي فيه وتقراي وتقربي ربي أكثر وتختمي المصحف نتاعك كامل. يعني هذيك ثاني تبعدي عليها. كذلك وقت الصلاة نتاعك لازم يكون كل وقت تصليه في وقته، والمصحف هذه الحاجة الأولى. الثانية المصحف يكون كما تشوفوا كتابة كبيرة، ويكون شوي المصحف كبير، ما تقراش في المصاحف الصغيرة ما تقراش فيها، قراي في المصحف الكبير اللي تكون فيه الكتابة كبيرة. نزيد قبل ما نسكر الفيديو راح نعطيك معلومة واحدة أخرى، ويكون هكذا المصحف من الأحسن أنك تحطيها على السجادة، ولا تحطيه في اللي الخاصة بالمصاحف هذيك اللي عنده، ولا تحطيه على سجادة، تحطيه على مكان يكون نظيف كما تلاحظوا هكذا، وتقراي وتقلبي الصفحات كيما هذا. كون يكون المصحف ثقيل وتهزيه بزاف راح شوية تتعبي. هذه ثاني معلومة نعطيها لكم دوك، وراح نكمل لكم فيديوهات، وكل مرة نعطيكم معلومات لختم القرآن في يوم واحد وفائدة ختم القرآن في يوم واحد بإذن الله، راح نتكلم عليها في آخر فيديو اللي نعمله لهذا البرنامج اللي ختم القرآن في يوم واحد. كي نخلص الفيديوهات ممكن راح يكونوا الفيديوهات يكونوا ثلاثة ولا أربعة، في آخر فيديو راح نقول لكم الفوائد لختم القرآن في يوم واحد. ما شاء الله الحمد لله ربي عاني وجربت هذا التجربة، حبيت نجربها من وقت طويل والحمد لله جربتها، وكنت في قمة السعادة كي جربت ختم القرآن في يوم واحد. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو القليل، ان شاء الله يكون يعني المعلومات اللي عطيتكم ماشي مبعثره. انا شويه ما نركزش في الكتابه والله، نبقى غير نهضر كانكم راني نشوف فيكم وقاعده نحكي لكم. المهم هذا هما المعلومات، باذن الله راح نعمل لكم فيديوهات اخرى باش نفيدكم شويه اللي حابه تستفاد من هذا الفيديو. ان شاء الله تخليوا لي التعليق نتاعكم، اسكم نكمل في هذا الموضوع لختم القران في يوم واحد، ونحط لكم الفيديوهات الجايه وليزيطاب او الخطوات اللي تتبعوهم، ولا لا اللي عجبها الموضوع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله.